السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. عيدكم مبارك وسعيد، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة بإذن الله. فيديو اليوم بخصوص أم الفعل محسن في أول أيام العيد الأضحى والزيارة المفاجئة للعائلة دياله في سجن أم البركي بأسف. وكما هو المعلوم الحالة النفسية والصعيبة والمتدهورة بسبب الاكتئاب اللي يعاني منه بعد تدخل طبيب نفساني ذي المؤسسة، وكذلك بعض الأطر ذي المؤسسة. وكما هو معلوم إخواني أخواتي، فالحالة ذي الأم محسن اللي يحتاج حالة نفسية صعيبة، فبطبيعة الحال واحد الأم اللي غتفقد الإبن ديالها يعني واللي غيتحكم عليه بواحد العقوبة يعني ربما تقدر توصل حتى الإعدام. وأنا أظن أن هذا مستبعد، لأن في بلاد المغرب يعني ما سانيش واحد المعاهدة لتطبيق هذا الحكم. فصراحة هذه العائلة بعد ما تقدموا بالاعتذار للمرة الثانية على التوالي لعائلة زهير في أول أيام العيد الأضحى، عسى وعلى يقبلوا لهم هذاك الاعتذار. بعد ما إخواني أخواتي كانوا مشاو يعني في العيد الماضي ومشاو أنهم يطلبوا الاعتذار من العائلة، وهنا في كان الأب ديال زهير كان في الديال الإيطالية وتعذر اليوم أنهم يسمحوا لهم. فبطبيعة الحال راه مشى لهم الكبدة ديالهم، مشى لهم الابن ديالهم الشاب اللي ضاع لهم غير هكاك، فكيف يعقل أنهم يعتذروا؟ ولكن هما بغاو الحق ديالهم يرجع. بالمقابل إخواني أخواتي كما ذكرت، فالعائلة ديال زهير اللي أنا أظن أن الشرط الوحيد لقبول هذا الاعتذار رسمي يعني تقبل هذا الاعتذار، تقبل هذا الاعتذار. لكن هذا الاعتذار جاء متأخرا، يعني صراحة جاء متأخرا. لماذا؟ لأنه في اليوم اللي وقعت هذه الجريمة الشنيعة واللي شاف العالم كامل إخواني أخواتي، شاف العالم الكامل، خرجوا هذه العائلة ديال محسن وصراحة ما تأثفوش على البشاعة ديال ديك الجريمة، زادوا فيه وبقاو كيأكدوا أن الإبن ديال المرأة مظلوم، وأن الإبن ديال راه كان كيدافع على النفس ديالو، هادشي تخربيق. ولكن الطريقة يعني باش مشى فيها هذا الإبن فما كانش عليه أنه يزيد يقذر فيه ويزيد يكمل عليه. فهادشي اللي خلانا أننا نضامن وحتى المغاربة كاملين يعني صغير وكبير من طنجة للقويرة أنهم مازال كيتضامنوا مع هاد زهير الله يرحمه والعائلة ديالو بما فيها العمة والأب ديالو اللي جاء من الديار الإيطالية، واللي وضح مجموعة من الأشياء بخصوص هاد الجريمة، بخصوص بعد يعني هذيك العصابة اللي عاونوا هذاك محسن في هاد المسائل. فكما ذكرت يعني الشرط الوحيد ديال هاد عائلة زهير لأنه من الناس أطيب الله يعني من أطيب خلق الله صراحة، بعد ما أنهم تنازلوا يعني سابقا على الشكاية اللي رفعوها يعني ضد الابن ديالهم محسن، ومن بعد يعني تنازلوا يعني وكانت واحد المحبة وأخوة، لأن هاد الناس يعني ما كيبغيوش يعني شي واحد يعني بحكم أن الإبن ديال المحسن تا هو راه مازال شاب، ما بغاوش أنهم يضيع يعني في شبابه، فتنازلوا حتى هما. فكما ذكرت إخواني أخواتي هاد الاعتذار ديال الشرط الواحد أنه هو أن يخليوا الأمن والمحكمة تنصف ولدهم وتحكم به، تحكم عليه بأقصى العقوبة على هاد محسن والفعلة، لأنه في هاد الحالة غيرجعوا لهم الحق ديالهم وغيتنصفوا، لأن هادشي ماشي سهل إخواني أخواتي يضيع واحد الشاب في مقتبل العمر بهاد الطريقة الشنيعة. فاحنا عندنا أخوتي يعني واحد ثقة تامة يعني في المحكمة ديالنا، وإن شاء الله إن شاء الله راه ديك الأقصى العقوبة راه غيتحكم بأقصى العقوبة اللي هي الإعدام. ولكن للأسف أن المغرب يعني راه ما كيطبقش هاد الحكم يعني اللي كتدخل واحد مجموعة من الجمعيات في بهذا الخصوص يعني. وصراحة كما وقعوا جرائم أخرى بما فيهم هذاك الطفل عدنان، فهذاك السفاح اللي قتل الطفل عدنان فتحكم بالإعدام، ولكن راه ما طبقش الإعدام. ولكن هاد محسن كذلك والمعاونين ديالو ربما حتى هو يعني في نفس المنوال غيكون واحد الإعدام، ولكن ما غيطبقش للأسف ما غيطبقش. وأن الشارع المغربي صغير وكبير كينتظر يعني المحكمة من بعد ما كانت الجلسة مؤخرة يعني في استنطاق يعني كان غير استنطاق والبحث
التمهيدي ومازال كيبحثوا عسى وعلى يعني انهم يلقاو مجموعه من يعني اللي قاموا بهذه العمليه، لان هذا الشيء راه كيشكل واحد الخطوره وكيشكل واحد العصابه اللي نفذت وخطات من اجل النيل من هذا زهير الله يرحمه، واللي كان معروف اخواني اخواتي بالاخلاق ديالو والنزاهه ديالو وكيحب الخير والانسان طيب وخلوق وانه كيحب الرياضه وهذا الشيء بشهاده يعني هذوك الناس اللي كانوا كيترينوا معاه في لاصال. يكفي الصور اخوتي اللي شفتو، الصور ديال زهير مع الاصدقاء ديالو، صور مع الاصدقاء ديالو كيف عاملين نقيين صراحة، حتى الأب ديالو راه نقي وتبارك الله وبكوص والعمة ديالو حتى هي راه تبارك الله ما شاء الله عليها. فمقارنة مع الأصدقاء ديالو الأصدقاء ديال المحسن فلها فرق صراحة إخواني أخواتي. هاد الناس اللي الله يعفو عليهم إلا كانوا مبليين الله يعفو عليهم، ولكن هذيك الطريقة باش ننتقموا فلا بد من أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار هاد الجرائم باش للتصدي، فقط للتصدي، لان الى بقاو هاد المجرمين يعني بواحد الحكم يعني يستافدوا بواحد الحكم تخفيف الحكم، فغيكون تشجيع لمجموعه من المجرمين اللي مازال يعني خارج يعني في حاله صراح، وغيتشجعوا وغيقولوا الى حنا قمنا باكثر من هذين غنتحكموا وغنخرجوا. ولكن كنتمنى من الله عز وجل ان هذه بدايه لنهايه لهاد المآسي اللي كتوقع إخواني أخواتي في بلادنا، وحنا كننتظر أقصى العقوبات في حق هؤلاء باش تنصف هاد العائلة المكلومة واللي كتنتظر بفارق الصبر يعني نطق بالحكم على هاد موني الفعلة. إخواني أخواتي مرة أخرى كنترجو صاحب الجلالة محمد السادس للتدخل شخصيا في هاد القضية اللي رعبات المغاربة والمغربنا الحبيب صراحة، اللي كيطالب بأخذ القصاص من هؤلاء من مولي الفعلة، والمغرب من طنجة إلى القويرة كينادي بدون استثناء إلى تطبيق أقصى العقوبة اللي هي الإعدام. وغيكون بهذا المرحوم زهير الله يرحمه والأهل ديالو يعني بما فيهم الأب ديالو اللي جا من ديار إيطاليا، وكذلك العمة اللي خرجوا بواحد التصريح واللي كي صراحة كما شناهم راه الأب ديالو راه ما كينعش صراحة إخواني أخواني ما كينعش، وكيطالب أن المحكمة يعني تاخذ الحق ديال الإبن ديالها، وبهذا المجتمع غيتبدأ وكل من سولت له النفس ديالو يعني قتل النفس اللي حرم الله سبحانه وتعالى. كما شنا إخواني أخواتي راه دائما كنتفكر هذاك الفيديو اللي خرج هذاك الفيديو اللي انتشر يعني بواحد انتشار واسع في جميع بقاع العالم ومازال كيستنكروه الناس، يعني الناس برانيين جيراننا كيستكروا هاد الفعله فما بالك المغاربه. اخواني اخواتي يعني كنتمنى انكم تبارطاجيو وتعملوا لايك لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد، ونكونوا دائما مع القضيه ديال زهير حتى يبان الحق. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.